يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من المعلوم أن الصدقة سبب في تنمية المال وسبب للشفاء من المرض بإذن الله، فهل إذا تصدق الرجل بقصد هذه الأمور هل يثاب على ذلك؟ حسب نيته، إنما الأعمال بالنيات، إن كان ما يقصد إلا الشفاء وزيادة المال ما له إلا ما نوى، إن كان يقصد الثواب من الله ويقصد أيضا الشفاء ويقصد زيادة المال فله ما نوى، يحصل له الأمران بإذن الله.